دعا المشاركون في ندوة وفود الصداقة إلى أهمية تفعيل التعاون السياسي والاجتماعي والثقافي بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر نافذة العلاقات الشعبية، لا سيما بعدما توجت هذه العلاقات بزيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى إيران أخيرا. وأجمعوا خلال الندوة التي نظمها التحالف الإسلامي الوطني على ضرورة فتح مزيد من آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والفكرية عبر تسهيل إجراءات منح التأشيرات للإيرانيين الراغبين في زيارة الكويت. ضمن برنامج الندوات الفكرية والثقافية والسياسية، نظم التحالف الإسلامي الوطني ندوة تحت عنوان وفود الصداقة. استضاف خلالها وفد رابطة الصداقة الكويتية الإيرانية لاستعراض فحوى الزيارة التي قام بها الوفد للجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخراً، وانعكاساتها على علاقة البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وأجمع المشاركون خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التعاون السياسي والاجتماعي والثقافي بين الكويت وإيران عبر نافذة العلاقات الشعبية. تفعيل العمل السياسي الثقافي الاجتماعي والعلاقات على الصعيد الرسمي، ولكن من نافذة العلاقات الشعبية. هذه تأتي نتيجة الهجوم الإعلام الغربي الشرس، أو ما نسميه الإمبراطورية الإعلامية ضد الجمهورية الإسلامية وضد الشعب الإيراني. من جانبه، اعتبر عضو الرابطة الدكتور فهد شليمي وجود إشارات إيجابية على مختلف الصعد بمبادرة من الجانب الإيراني بمثابة بوابة للالتقاء بين الشعبين، لا سيما بعدما توجت بزيارة سمو أمير البلاد إلى إيران. وجدت أنا شخصيا أتابع إشارات إيجابية جميلة جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الدبلوماسي، وتوجت هذه بزيارة حضرة صاحب السمو. الآن لما أمير الكويت يزور دولة، هذا اعتراف أن العلاقات قائمة على أعلى المستويات. ووسط تأكيد على أهمية فتح مزيد من آفاق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية، دعا الوزير السابق الدكتور عبد الهادي الصالح الجهات المعنية إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات للإيرانيين الراغبين في زيارة الكويت. للأسف يعني شوف قضية مشكلة الفيز الكويتية حق الجمهورية الإسلامية حتى الآن عائق. أنا أعلم كثير من الإيرانيين يعني ودهم يجون، يصير تبادل تجاري، يتعرفون على الشعب الكويتي. وهناك أيضا فعاليات علمية، مؤتمرات دولية في الطب، هندسة، بترول، هناك خبراء في إيران ينوون الزيارة للمؤتمر لمدة 3 أيام. أيضا نحن في الكويت نحرم من فكرهم ومن إبداعهم.